جاهز الكونتيننتال الكونتيننتال مستنيك جوه. طب في فول وطعميه، اتفضل. مفيش شويه فيتامينات؟ ده انت ناقص تقولني ايدك حنينه قوي. تخش يا اسطى بازوكا. ملعون ابو التوضيب على اللي بيوضبه على اللي عايزيني. انا تعبت خلاص بقى، مش كده حرام؟ انا تعبت. وحطي اكل ايدي وشيلي اكل ايدي، وحطي شاي ايدي وشيلي شاي ايدي. انا تعبت، انا اتبهدلت، انا خلاص مش قادره خلاص. مسهوكه ومعرفش تربت تتينه، تعبت. حبيبتي انا عايزك تهدي خالص خالص. النهارده الجمعه، النهارده يوم اجازتنا، يوم الوحيد اللي بنتقابل فيه مع بعض. وبعدين ده جاي على شوق. في ايه يا علي؟ وانا في ايه ولا في ايه؟ ده هو ده وقته. وبعدين يا حبيبتي انا بقولك انها جاي على شوقه. وبعدين شويه البويا اللي في البيت دولت حركوا مشاعري. بس انا ريحه التينر اللي في البيت طفت مشاعري خالص. تعالي بقى اولعلك مشاعرك. بس بقى يا علي، بس تعالي بس يا انشي، تعالي بس سيبني. عيب يا علي يا علي. ما انا هقول لك. ده بره يا علي. ما انا هقول لك. ما انا طب بالراحه يا علي. ما انا هقول لك. في ايه يا علي؟ لا ما فيش حاجه. طلع في ايه؟ الله يخرب بيتك، انتوا بتعملوا ايه؟ الوسطى بتاع عيان بره، انتوا بتعملوا ايه؟ اهو الوسطى بيموت اهو، الحمد لله. عليك يا عم بازوكا. يا بازوكا مالك؟ في ايه؟ تعبان تعبان قوي، بس ما تقلقوش هسلمكوا الشقه النهارده. يا شيخ اتنيل، الا ما صدقت وانت بصحتك هتصدق وانت بفستك كده. بازوكا كلمته واحده. يا اختي ابوس ايدك، ابوس ايدك، بلاش الكلمه دي، انا اتشقمت. وعدها تربو. ايوه يا اسطى حبيبي. يا سلام، ايه السرعة في الأداء دي؟ من امتى؟ أنا عارف الشفرة بتاعته. ولا؟ أيوة يا اسطى. عايزك تروح تجيب لي مسبانخ وتيجي جري. فريرة فريرة يا اسطى. ودي سبانخ وأنت عيان كده؟ ما نسلو لك فرخة بلدي أحسن. فراخ إيه بس يا بشوية؟ ومسبانخ دي مراتي، وسبانخ ده يبقى ابني الكبير، وعايز أشوفه، عايز أشوفه. علي انا خايف الراجل يموت هنا ويلبسنا مصيبه. ما احنا لبسناها خلاص. طب تحب نوديك مستشفى؟ لا عالجوني هنا يا اختي. انا قلت هخلص الشغل النهارده، انا هخلص النهارده. ظهري يا اخويا. اسند طولك الاول بدل ما تتفزلك قوي كده. الا بالحق، انتوا قاعدين في البيت ليه النهارده؟ اجازه. اجازه؟ يبقى ايد على ايد تساعد بقى، تساعدوني النهارده في الشغل عشان نخلص الشقه. تصدق انت جبت لي احباط. هم دول يومين ويمشوا عشان جيراننا نستحملهم بالشكل ده. اتفضلي، عاجبك البهدله اللي احنا فيها دي؟ طب اعمل ايه بس يا سمورتي؟ ما كنتش عارفه ان الموضوع هيطول بالطريقه دي. طول بالطريقه دي؟ انا حاسه انا قاعد في سوق المناصره. منك لله، منك لله يا رغاء. اقصى عليك، بتدعي عليا يا سمير. زعلان عشان بدعي عليكي؟ أو مش زعلان على البهدله اللي احنا فيها دي؟ خلاص خلاص يا سمير بقى، بكره الصبح ان شاء الله هرميهم عفشهم بره. ما حدش هيستنى للصبح، دلوقتي انا هقوم ولازم يمشوا، وكلمتي ما تنزلش الارض. لما اقول يمشوا دلوقتي يبقى يمشوا دلوقتي. سمير خلاص، المره دي بس اللي هتنزل، انما بعد كده هيمشوا. الدنيا زي البرج يوم تحت وفوق، فيها خلق عايشة ومرتاحة وفيها ناس مشوق. فيها خلق عايشة ومرتاحة وفيها ناس مشوق.
وانا ماشي بتمرجح فيها من تحت لفوق لفوق لفوق. لا 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 يا مدام، ده كده الحيطه تسيخ. ما شاء الله عليك يا معلم، في النظر بازوكا. طب ما كملتش علامك ليه؟ لعلمك بقى انا طول عمري اكاديمي. طب ضربه في اكاديمك. يلا اعملوا لكم يمه شويه، عايزين نقطع فرط الشقه دي النهارده. الهي يا ربي اقطعوا فرطك يا بعيد ما تتلم. حاضر حاضر يا معلم، معلش ما تاخذنيش، اصلي جديده في الشغلانه. بس يجي منك على فكره. وانا ايه رايك فيها يا بازوكا؟ يجي مني انا كمان؟ لا انت محتاج شويه تمارين. حاضر، هبقى اتمرن في اسمنت اسيوط. تعالى يا خالته ام سبانخ، اهو زي ما قلت لك جوزك بيموت. وكلها يوم ولا اتنين وهتورثي علب البويا والفرش والمعجون، وهتبقى اللسطه بتاعتي. وقف. معلش يا اخويا، مالك؟ مالك يا اخويا؟ مفيش حاجه يا ام سبانخ، شويه برد ودلوقتي بقيت احسن الحمد لله. طب طالما بقيت احسن ما تقوم تفز بقى، خلينا نخلص. في ايه يا اختي؟ مالك ما بالراحه على الراجل شويه يا اختي. ربنا يختك. وحضرتك بتكلميني انا؟ ايوه يا حبيبتي بكلمك انت، هو في حد تاني واقف قدامي غيرك؟ يا سلام. بقول لك يا سيدي الناس، اخش يا اخويا المطبخ اعمل لك فرخه كده اسلقها لك مع شويه خضار. عندك فراخ في البتاع دوت الثلاجه دي؟ اه يا حبيبتي، في فراخ ولحمه وسمك، كل اللي انت عايزاه. اتفضلي اتفضلي، المهم صحته. انا عايز اعرف بقى، احنا بعد ما نخلص ام اللي احنا بنعمله ده، الشقه دي هتخلص امتى؟ هتخلص النهارده ان شاء الله. باذن واحد. شوفوا بقى، سيبازوكا كلمته واحد، ما تنزلش الارض ابدا. وبعدين اقول لكم على حاجه، بس في سركم يعني، في سركم بره وبعيد بره وبعيد، انا جوزي بقى له 12 سنه بيشتغل الشغلانه دهيت، اشتغل في اربع شقق بسم الله ما شاء الله، كان بيخلصها على طول. كلمته واحده اصلا. قلبي 12 سنه في اربع شقق، يعني سيبون اخد 3 سنين. خربت. احنا ليه نجيب صنايعيه اصلا؟ نعم ايوه مامي، في فيديوهات كتير قوي على اليوتيوب، نقدر نطلع فيديو ونعرف ازاي نبيض البيت. فكره حلوه قوي يا ولاد، ازاي كانت تايهه عننا؟ طول عمركم اذكياء طالعين لماما، وعمر طالع لابوه. انا ممكن اوافق على اي حاجه الا ان يخش بيت اتنين زي بازوكا وتربو دول تاني. مين اللي بلاكي بيهم؟ كاميليا يا علي، قلت لك قبل كده كاميليا. مين اللي بيتكلم على الصبح ده؟ كاميليا دايما كده بتيجي على سيره النقاشين. ايوه يا كاميليا، بقول لك ايه، امسحي نمرتي. هيا يا سولي. سامي يا احمد، بس كده اهو، انا طلعت فيديو ازاي ننقش وازاي نبيض. اهم حاجه نعرف ازاي نناقش. يا لهوي، تضحكوا على ايه؟ لا لا لا، دي مفاجاه. بص يا جي، وريني كده، وريني. اعزائي المشاهدين، اعزائي المشاهدات، سعيد بازوكا يحييكم ويقدم لكم مبادئ النقاشه.
من أهم مبادئ النقاشة الفطار الكونتمنتم. تمام. بازوكا وتربو؟ ما شاء الله، طول عمري بقول إنه كان شاطر قوي في النظري. شاطر قوي، برافو، هايل. فاكرين يا ولاد؟ فاكرين يا بابا. يلا. الدنيا زي المرج حيوم تحت وفوق، فيها خلق عايشة ومرتاحة وفيها ناس مش ذوق. فعلا فيها خلق عايشة ومرتاحة وفيها ناس مش ذوق. عمر هيصحى.